السلام عليكم ورحمه الله مشاهدينا الكرام الاماميون يسابقون الزمن لتغيير الهويه الثقافيه للمجتمع اليمني السلاليون يعملون باقصى طاقتهم من اجل تحويل المجتمع اليمني الى مزرعه اماميه خلال سنوات محدوده هناك برنامج مدروس ينفذ بشكل منظم في مناطق سيطرتهم وتحديدا في قبائل شمال الشمال. ما الذي يفعله الحوثيون الان؟ ما الذي يريدونه؟ واين سيذهبون باليمن؟ واين الشرعيه ودول التحالف مما يجري؟ هذه الاسئله وغيرها هي موضوع حديثنا لهذه الحلقه كونوا معنا. العصابه الاماميه تدرك أن هذه الفرصة لن تواتيها مرة أخرى. فاليمنيون أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من مغادرة مربع الاستعباد والذل الذي فرض عليهم طوال عقود إن لم نقل طوال قرون. ولأن العصابة الإمامية تدرك أن سيطرتها على البلد كانت فلتة من فلتات الدهر بسبب انقسام اليمنيين على أنفسهم وتآمر دول الجوار عليهم لأنها تدرك ذلك. فهي تعمل بكل طاقتها على استغلال فترة سيطرتها في إحداث إحداث تغيير لبنية الثقافة اليمنية بهدف تحويل المجتمع اليمني كما قلنا إلى مزرعة إمامية تفكس لهم عبيدا وجنودا يحرسون مشروعهم السلالي البغيض مظاهر عملية المسخ التي يقوم بها السلاليون الإماميون للشخصية اليمنية لم تعد خافيه لم تعد خافيه على احد فالجميع يراقب هذه العمليه البشعه ليل نهار وهناك كما قلنا برنامج شامل يتم تنفيذه الان ضمن عناصر هذا البرنامج تاتي خطابات عبد الملك الحوثي الدوريه الثابته خطابات دوريه ثابته في مناسبات مذهبيه ومناسبات دينيه ومناسبات وطنيه والمناسبات القوميه المختلفه بحيث لا يكاد يمر شهر بدون ان يكون هناك مناسبه لالقاء خطاب اذا لم يكن هناك مولد نبوي ولا هجره نبويه ولا رمضان فاكيد هناك يوم عاشوراء ويوم الغدير ويوم القدس ويوم استشهاد زيد بن علي ويوم يوم الامام الهادي ويوم 21 سبتمبر وذكرى العدوان و وغيرها من المناسبات التي توظف لبث السموم الاماميه في الوعي اليمني في وعي المجتمع اليمني المغلوب على امره. ومن اليات برنامج تلويث الوعي اليمني بالمفاهيم الاماميه هناك ايضا الخطاب الاذاعي اليومي. وهناك اللافتات المنتشره في مختلف شوارع العاصمه، لافتات اعلانيه و ومساحات إعلانيه تشغل بالكامل للدعايه الإماميه. وهناك خطب الجمعه الأسبوعيه وهناك النشاطات الاجتماعيه النسويه تحديدا نسويه ورجاليه مختلفه في المقايل في الأعراس مناسبات الموت حتى الموت ما عاد بيتركوش وفي اللامناسبات. المهم أنهم لا يفوتون أي فرصه لغرس بيوضهم هنا وهناك مثل الحشرات الضارة مثل مثل البعوض بطريقة تذكر بنشاط الصهيونية العالمية في بدايتها الحقيقة هذا نشاط صهيوني بامتياز وليس هناك جماعة تنافس الحركة الصهيونية اليوم في تدبيرها ومكرها غير الحركة الإمامية بفرعيها الجعفري والهادوي وهذا يذكرنا بكتاب ألف في ثمانينيات القرن الماضي كان عنوانه بروتوكولات حكماء قم، الكاتب تصور أنه لا فرق بين المشروع الإمامي الإيراني والمشروع الصهيوني، وكل واحد عنده بروتوكولاته، بروتوكولات حكماء صهيون في مقابل بروتوكولات حكماء قم. هذا طبعا إلى جانب محاولات التغيير الديمغرافي التي تعمل عليها الميليشيا الإمامية ليل نهار اقتداء بما يفعله الطائفيون في سوريا ولبنان والعراق تغيير ديمغرافي كامل شامل داخل العراق وسوريا إعادة إحلال طرد سكان سنة من مواقعهم وإثنيات أخرى وإحلال يعني إحلال طائفية شيعية في في محلهم بدأت محاولات التغيير الديمغرافي بتهجير أبناء دماج عندنا في اليمن تهجير ابناء دماج وتهجير اليهود وهي عمليه مستمره بطرق مختلفه للسيطره على العاصمه صنعاء العاصمه صنعاء وضواحيها وتحديدا قبائل شمال الشمال هناك عمليات للسيطره على هذه القبائل هناك عمليات شراء واسعه لاراضي وعقارات في حزام صنعاء بهدف تحويلها الى كانتونات اماميه طائفيه تحرس بيضة الإمامة داخل العاصمة صنعاء، كل هذا يجري الآن كما قلت ووراء تخطيط مدروس ووراء مستشارين أجانب إيرانيين ولبنانيين وطبعا هم ليسوا بحاجة إلى يعني أجانب يعني فهم لديهم لديهم من المكر ما يكفي هم أصحاب خبرة وأصحاب تجربة في في المكر لا لا تختلف عن تجربة الصهاينة الصنعاء في خطر الجمهورية في خطر الوعي اليمني في خطر والوعي الجمهوري في خطر وهذه مسؤولية ينبغي أن تتفتح لها الأذهان في الداخل والخارج إذا استمر الحال على ما هو عليه لا قدر الله من تلويث للعقل اليمني بفيروسات الامامه فسنصحو بعد عقد واحد على الاكثر ولدينا مجتمع مختلف عن الذي عرفناه مجتمع مختلف عن اللي شفناه طوال خمسه قرون من الثوره اليمنيه مجتمع يصلح للجحيم ولا يصلح للحياه الدنيا مجتمع يمكننا ان نتخيل صورته بوضوح من الان لانه في الحقيقه لا يختلف عن مجتمع الامامه الا في الدرجه المجتمع القديم يعني احنا كان عندنا صوره اوليه للحاله الاماميه اجدادنا وابائنا عرفوها لن تختلف الحاله الاماميه الجديده عن الحاله القديمه الا في الدرجه مجتمع الامامه له خصائص لا يكون الا بها يعني لا توجد امامه بدون مجتمع امامي والمجتمع الامامي له خصائص المجتمع الامامي له خصائص فما هي هذه الخصائص يا ترى ما هي خصائص المجتمع الامامي تعالوا نبينها واحده واحده اول خصائص المجتمع الامامي هي انه مجتمع طائفي لا بد ان يكون مجتمع طائفي يعني مجتمع لا يرى نفسه ولا يرى غيره الا من خلال ثقب المذهب المذهب والطائفه هي العنوان الابرز في هويه المجتمع الامامي. وهذا طبعا ياتي على حساب رابطه المواطنه التي تعد اهم خصائص المجتمع الجمهوري والمجتمع المدني. في المجتمع الجمهوري كل شخص يقدم نفسه ويعرف نفسه باعتباره مواطن في الدوله، لا عضو في المذهب. المجتمع الطائفي لا مجتمع اقصائي بطبيعته. المجتمع الطائفي هذه خصيصه اخرى يعني انه مجتمع اقصائي لانه لا يقبل بالاخرين الا اذا كانوا تحت يده. هذه السمه تبرز تبرز بشكل اوضح في المجتمع الامامي تحديدا. كل مجتمع ايديولوجي بطبيعته اقصائي. اما المجتمع الامامي فهو اكثر اقصائيه لانه يستمد يستمد طبيعه من الامامه. والامامه مذهب سياسي اقصائي. يؤمن باستخدام القوة والعنف في فرض نفسه. الخصيصة الثانية للمجتمع الإمامي أو الثالثة هي أنه مجتمع ماضوي. خصائص يعني حاجات تخص تخصه يعني. هذا مجتمع ماضوي يعني أنه يعيش في الماضي، يعني أن الأسئلة التي تهيمن على واقعه هي أسئلة الماضي. القضايا التي تدور حولها حولها ثقافته ويدور حولها عقله هي قضايا الماضي صراع فلان مع فلان الولاء لفلان على حساب فلان والبراءه من فلان الخلافات الفكريه التاريخيه بين المذهب او بين المذاهب السابقه كل هذه الخلافات ستحضر بغبارها وغبائها في المجتمع الامامي باختصار الماضي في المجتمع الطائفي ليس قوه دافعه للبناء والنهوض كما ينبغي ان يكون الماضي في المجتمع الامامي هو وسيله لفرز اجتماعي طائفي وماده للاحتقان الطائفي في المجتمع. والمجتمع الماضوي هو مجتمع متخلف وضعيف بطبيعه الحال بالضروره لابد ان يكون مجتمع متخلف وضعيف. يعني يستحيل ان يحقق المجتمع المشدود للماضي اي تقدم حقيقي الى الامام. خلاص ما دام المجتمع مربوط للماضي اذا مالوش مستقبل حد المجتمع هو الذي يحدد مستقبله بعضهم مستقبله هو المستقبل الطبيعي وبعضهم مستقبله هو الماضي يحرف المسار ويرجع للماضي وفي هذه الحاله لا مستقبل له مستحيل ان يكون للمجتمع الامامي مستقبل الا اذا كان الديك يبيض من خصائص المجتمع الامامي انه مجتمع متوتر هذه خصيصه الرابعه تقريبا مجتمع قلق متوتر بالضروره متوتر يعني غير مستقر على كافه المستويات لانه على المستويات النفسيه والمستويات والفكريه والسياسيه سيعاني من اضطراب ناتج عن الصراع الذي تخلقه مشكلات التخلف الماضويه والطائفيه ما دمت قررت ان تكون مجتمع طائفي وماضوي فلا بد ان تتولد مشكلات هذه المشكلات ستولد قلق وصراع داخلي صراع اجتماعي صراع سياسي صراع نفسي صراع فكري المشكلات التي سينتجها التخلف والطائفيه ستشكل عوامل الاضطراب والتوتر عند الفرد وعند الجماعه المجتمع والمجتمع المتوتر القلق توترا عصابيا طبعا انه هذا مش توتر ذهني مش توتر فكري لانه لو توتر فكري يا ريت يعني معناه انه في اسئله حقيقيه بتشغله ويعني عنده رغبه في الدخول الى المستقبل، لا هذا توتر عصابي. توتر عصابي ناتج عن الاحقاد وعن الصراع المذهبي. وهذا لا يمكن ان يحقق اي انجاز حقيقي في هذا العالم، هذا النوع من الصراع والتوتر. وبامكانكم تامل الحاله العراقيه على سبيل المثال. افتح تلفزيون التلفزيونات العراقية تابع الفضائيات الطائفية هناك أو في لبنان، وسترى بنفسك معنى توتر المجتمع الطائفي. سترى كمية هائلة من الأحقاد، التي يضخها الخطاب الطائفي في المجتمع. حقد على الآخر يعني يكفي لتلويث سماء العراق. سترى بنفسك كمية الخرافة في الخطاب الإمامي، وكل يوم يطلعوا لنا بمشهد فيديو لخطيب إمامي أو لداعية إمامي أو لواحد من مرجعياتهم وهو يتكلم كلام خارج منطقة العقل وخارج منطقة التاريخ يعني التفكير الخرافي والأسطوري مهيمن ومسيطر ويمكن أقوى مما كان سترى بنفسك إذا شاهدت هذه الفضائيات نوع الطموحات التي تهيمن على العقل الامامي. طموحات طموحات الغلبه والهيمنه لا طموحات النهوض والتقدم والمساهمه في بناء الحضاره الانسانيه، الان هذه مساله مشاركه الانسانيه في النهوض وفي البناء وفي الانتاج وفي التنميه والاختراع والسباق العلمي، هذا مش حاضر عندنا احنا كعرب وبالذات في المجتمعات الطائفيه اللي حاضر عندهم هو سباق داحس والغبراء هو سباق علي ومعاويه ويزيد والحسين وهذه وهؤلاء الموتى الذين يبعثونهم من قبورهم اخيرا من خصائص المجتمع الامامي انه مجتمع طبقي يعني مجتمع يعمل على فرز طبقات اجتماعيه متفاوته في الغنى والفقر سيكون لدينا طبقه ارستقراطيه من مجموعه امراء امراء سلاليين يمتلكون معظم الثروات والفرص وطبقات اخرى هامشيه تعيش في ظلها كلمه طبقه او طبقيه في علم الاجتماع يقصد بها تفاوت الطبقات في امتلاك الثروه والفرص الفرص الاقتصاديه وغيرها ولا يقصد بها طبعا التقسيم العنصري والفئوي كما هو مستعمل او كما يستعملها البعض في اليمن مع أن الإمامة تقسم المجتمع اليمني على هذين النوعين من التقسيم يعني عندنا تقسيم طبقي يوزع الثروة بطريقة غير عادلة وتقسيم فئوي وعنصري يمزق المجتمع إلى جزر معزولة تضعف قوامه السياسي وقوامه الاقتصادي والحضاري وطبعا هذا هو المطلوب الإمامة فتتت المجتمع ووزعته إلى جزر لكي تتمكن من السيطرة عليه الإمامة عبارة عن قبيلة تريد أن تحكم وهي الأقلية داخل المجتمع اليمني ولكي تحكم هذه الأقلية لابد أن تمزق المجتمع إلى إثنيات وإلى طوائف وإلى فئات وإلى طبقات هذه وسيلة معروفة للمحتلين والمشاريع الإحلالية والاستعمارية هذه أمور شبه حتمية لا يمكن أن توجد دولة إمامية بدون مجتمع إمامي ولا يمكن أن يوجد مجتمع إمامي بلا طائفية وبلا ماضوية وبلا طبقية وبلا توتر هذه أمور يعني طقم واحد تأتي مع بعضها مثل الطقم الصيني كلها تأتي مع بعضها مجرد ما تأتي سلطة إمامية على طول تفرز مجتمع إمامي لكي تستمر وتبقى هذا المجتمع الإمامي لابد أن يكون للصفات إمامية أخلاق إمامية والآن تعالوا نستمع إلى جزء من خطاب الإمامة الذي يعد اليمنيين بالعدالة والكرامة والحرية ثم نطرح على أنفسنا سؤالا هل هذا ممكن؟ هل تسمح قوانين التاريخ والعقل والفيزياء أن تبيض الإمامة للناس عدلا وكرامة وحرية كما يقول عبد الملك الحوثي هل ممكن فعلا ينتجوا لنا حرية وكرامة وعزة وكلام من هذا الهدر اللي بنسمعها؟ تعالوا نستمع ل نوع من دعايتهم ثم نعود. حينما يصل إلى موقع السلطة والحكم على رقاب الأمة طاغية ظالم مستكبر غشوم لا لا يحرم حرام الله ولا يحل حلاله لا ينضبط لمبادئ الإسلام ولا لقيم الإسلام ولا لأخلاق الإسلام يستهتر بالأمة ويستبيح كل شيء ويجعل من موقعه في السلطه والحكم واقتدار الدوله فرصه لممارسه جبروته وظلمه وطغيانه واهوائه ونزواته على رقاب الامه وفي مقدرات الامه. مثل هذا النوع من الحكام المتسلطين والجبابره الطغاه لا يجوز للامه ان تسكت عنهم. يتحدث هذا الشاب الامامي عن دولة الظلم والجبروت والطغيان التي خرج لمحاربتها الحسين ويبشر هذا الشاب يبشر اليمنيين بدولة العدل والكرامه والحريه التي ستقوم على ايدي الاماميين الجدد وكانه لم يقرا صفحه في تاريخ الامام الاسود وكان عصابته التي يراسها لم تهجر مواطنين يمنيين من قراهم ولم تفجر بيوتا او مدارس ولم تقتل مخالفا في الراي ولم تستبح حرمات المخالفين ولم تغتصب الامر الذي جعله الله شورى بين المسلمين وامرهم وامرهم شورى بينهم ولم تقحم الملايين من اليمنيين اليمنيين الفقراء المنهكين في حرب عبثيه من اجل سلالته كانه لم يفعل شيء من هذا، ثم يتحدث عن العدل وعن الكرامه وعن العزه لليمنيين. ما في احد اهان اليمنيين مثل ما الحوثي. ومع ذلك لا يخجلون من الحديث عن العزه والكرامه لليمنيين. ما احد اذل اليمنيين مثل ما اذلهم الحوثي. ومع ذلك طلع عبد الملك و وبقيه العبيد للحديث عن العزه والكرامه والحريه لليمنيين، لا يخجلون. كيف يمكن ان نفهم هذا التناقض بين الخطاب والسلوك؟ كيف يمكن نفهم هذا التناقض؟ هذا هو السؤال الذي سنقف معه في المحور الثاني من هذه الحلقه ان شاء الله، اعزائي المشاهدين سنذهب لفاصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثنا، ابقوا معنا. نتابع الاحداث ونرصد التطورات. نتناول الخبر من زوايا متعدده. لنصل معكم الى اقرب صوره لدلالات وتداعيات المشهد اليمني. اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من زوايا الحدث. مرحبا بكم من جديد. قلنا في المحور السابق ان الامامه بلسان عبد الملك الحوثي تبشر اليمنيين بدوله العداله والعزه والكرامه والحريه. وقلنا انه ان هذا يعد من المستحيلات بل هو المستحيل بعينه. لماذا؟ لان الفكر الفكر الذي يقوم على مبدا العنصريه ومقولات التفضيل والاصطفاء العرقي لا يمكن لا يمكن ان يقدم للناس العزه والكرامه والعدل مش معقول مش معقول الباطل يولد حق والظلم يولد عدل الا اذا كان الديك يبيض كما قلنا يستحيل ان تثمر شجره الزقوم عنبا وتينا العنصريه لا تلد عدلا ولا كرامه ولا حريه العنصريه لا تلد الا الخراب لكن السؤال هو لماذا يمارس الخطاب الامامي هذه الاكاذيب اذن هل هم قاصدون متعمدون الكذب على الناس ام انهم واهمون يظنون يعني قد يكون هناك وهم لديهم انهم قادرون على تحقيق هذه الوعود ولا يعلمون انهم يعدون بالمستحيل. ربما ربما الواحد منهم متوهم فعلا انه قادر يوفر هذه الامور لليمنيين و... و... ولا يرى تعارضا بين ان يكون هو نفسه عنصري ويقدم العدل ان يكون هو ظالم ويقدم ال... يعني ال... الخير ربما كانوا كذابين ربما واكثر الناس يعتقدون ذلك اكثر اليمنيين يعتقدون ان الحوثيين يمارسون النوع من الدجل والكذب يعتقدون أن الإمامة بلا قيم فاضلة وأنها في سبيل الحصول على السلطة مستعدة لارتكاب كل الجرائم والآثام وانتهاك كل المحرمات هذا ممكن لكن دعونا نفترض أن الإمامة جادة فعلا في تحسين سمعتها السيئة هكذا افتراض بس يعني وأن عبد الملك يريد أن يحقق المستحيل الذي تحدثنا عنه هنا سيطول سؤال لماذا يعتقد أمثال عبد الملك الحوثي أنهم قادرون على تحقيق المدينة الفاضلة؟ دائماً ما نقول إن المدخل لفهم السياسة هو علم النفس. إذا أردت أن تفهم ما يجري في عالم السياسة، لا بد أن تفهم قبلها النفس البشرية. لا بد أن تدرس علم النفس الفردي والجماعي. تدرس. هذه النفس من حيث طبيعتها أهواءها نزواتها كيف تؤثر وكيف تتأثر إلى آخره وعلماء التربية يقولون أن السنوات الخمس الأولى في حياة الإنسان في حياة الشخص هي الأخطر، لأنه يكتسب فيها أهم ملامح شخصيته وثقافته ويكون نموذجها الإدراكي للوجود يعني النموذج الذي يدرك بواسطته الحياة كل إنسان منا يدرك الوجود هذا ويدرك الحياة بطريقة خاصة هذه الطريقه الخاصه تتشكل لديك في الخمس سنوات الاولى جهاز الادراك النموذج الادراك الذي تدرك من خلاله الوجود يتشكل غالبا في السنوات الاولى من عمرك يعني في السنوات اللي تكون فيها انت عند ابوك وامك في اسرتك في بيئتك الضيقه القناعات والاخلاق التي تكتسبها في السنوات الخمس الاولى من اسرتك هي التي تستمر معك بقيه حياتك خمس سنوات ست سنوات سبع سنوات مش مش قضيه. إلا إذا قررت أنت فيما بعد بجهد تعديل هذه المدخلات بصعوبة. طيب تخيلوا ما نوع التربية التي يتلقاها الطفل السلالي في بيته داخل الأسر السلالية ما طبيعة هذه التربية؟ تخيلوا طفلاً تحقق تحقنه أسرته منذ الطفولة منذ الطفولة وأسرة بمفاهيم عنصرية يقولون له أنت لست كأي طفل أنت مش مثل هؤلاء الأطفال الذين تلعب معهم في الشارع أنت الأكرم والأعز هل يمكن لهذا الطفل إذا كبر أن يشعر باحترام الآخرين ومحبتهم؟ مستحيل مستحيل أنك تبذر فيه بذرة الكبر تخيل طفلا تقول له أسرته أنت لست مجرد مواطن أنت وأبناء سلالتك ينبغي, ينبغي أن تكونوا فوق مستوى المواطنة ينبغي أن تكونوا أمراء مالكين لرقاب الناس وشؤونهم ينبغي أن تحصلوا على هذه المكانة بالرضا أو بالغصب كيف سينشأ هذا الطفل؟ هل إذا تولى وحصل على منصب وعلى مسؤولية هل سيرعى فيهم إلا ولا أو ذمة؟ هل سيراعي حقوق الآخرين وقد نشأ بهذه الطريقة؟ تخيلوا طفلا تقول له أسرته لقد مات جدك السادس والستين مظلوما وينبغي أن تسعى للأخذ بثأره من هؤلاء الذين أمامك ممن يرفض اغتصابك للسلطة كيف سينشأ هذا الطفل؟ ستكون الثمرة بطبيعة الحال شخصا متغطرسا حاقدا على المجتمع لا يبالي بدماء الناس ولا بحقوقهم. المهم عنده هو ان يحصل على حقه التاريخي فقط لا غير، هذا هو اللي بيحصل. اذا اردنا ان نفهم عبد الملك واذا اردنا ان نفهم بقيه العناصر السلاليه التي تدير المشهد في صنعاء اليوم، علينا ان ندخل هذا المدخل النفسي والتربوي. لكي نفهم ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري؟ لماذا هؤلاء لا يرعون في اليمنيين الا ولا ذمه؟ لماذا لا يفكرون في حقوق الاخرين؟ لماذا لا يحترمون اليمنيين؟ لماذا لا يحبون بلدهم؟ هذا هو السر. التنشئه الاولى، السنوات الاولى حقنتهم بمفاهيم باطله، مفاهيم سيئه، سوداويه تجعلهم مجتمع متغطرس، مجتمع متكبر، غير مراعي لحقوق الاخرين، ولا ينبغي ان ننتظر كما قلت من شجرة الزقوم أن تأتينا بالتين والعنب الذي يتأمل خطابات عبد الملك الحوثي في شؤون الأمة وشؤون الدولة وشؤون الحضارة ها هو يتطرق لهذولا كلهم في خطابه كأنه يعني قاعد مثل نيتشا ولا كأنك أمام يعني هيجل بس الذي يسمع في في هذا الكلام لابد ان يطرح على نفس السؤال ما هي الخبره المعرفيه والعلميه التي يمتلكها هذا الشاب حتى يشخص مشكلات الامه فضلا عن ان يكرر مصيرها هو ما عاد فقط قد بيكرر مصير المجتمع بيكرر مصير الامه طيب هل الامم والمجتمعات اشياء تافهه الى هذا الحد حتى ياتي شاب صغير السن قليل الخبره محدود العلم ليقرر بمفرده مصير هذا المجتمع وهذه الأمة مشكلات الأمم والمجتمعات هذه في العادة يشخصها فلاسفة ومفكرون ومراكز أبحاث ودراسات محترفة على مدى من فترة من الزمن قبل أن تقرر الأمة عبر مؤسساتها الحرة تبني المعالجات العلمية اللازمة التي تخرج هذه المؤسسات وهذه الشخصيات بالتدريج وعبر الوقت أما أن يأتي شاب كل حصيلته المعرفية حزاوي مذهبية وأحقاد طائفية ليكرر مصير أمة فهذه خطيئة لن يغفر الله لها لن يغفرها الله لليمنيين وها نحن ما زلنا ندفع ثمن الخطيئة السابقة حتى الآن خطيئة الحاكم الأمي عديم الشعور بالمسؤولية الذي حكمنا طوال 33 سنة فجعلنا الله بسببه عبره للعالمين. ما زلنا ندفع هذه الضريبه للان هل نكرر الخطيئه مره اخرى؟ هل نكرر خطيئتنا مره اخرى؟ هذا هو السؤال اللي ينبغي على كل يمني ان يطرح نفسه عليه ان يطرح على نفسه. طبعا مفارقات المشروع الامامي الجديد كثيره. و من ابرز هذه المفارقات فوق الذي قلنا انه على الرغم من شعار الموت للصهيونيه الذي يردده الموت لامريكا الموت لاسرائيل طبعا اسرائيل وامريكا هي الصهيونيه مؤسساتها السياسيه تقودها الصهيونيه المفارقه انه على الرغم من هذا الشعار الذي يردد ضد الصهيونيه الا انه لا يوجد مشروع سياسي في العالم اليوم يشابه المشروع الصهيوني غير المشروع الحوثي الامامي في اليمن هذه مفارقه عجيبه وطبعا بقيه المشاريع الشيعيه في المنطقه. هناك تشابه ملفت بين المشروعين الصهيوني والامامي. تشابه في المنطلقات الفكريه. تشابه في المرجعيات العقديه والاخلاقيه. تشابه في السلوك السياسي والاجتماعي. تشابه في الملابسات التاريخيه للظهور والنشوء. كلاهما مشروع عنصري. كلاهما مشروع عنصري يستند الى المرجعيه الدينيه والمرجعيه التاريخيه. يعني بنو اسرائيل يقولون نحن ابناء الله واحباؤه. السلاليون عندنا يقولون نفس الكلام. نحن ابناء الله واحباؤه بطريقه تختلف في الدرجه شويه. أه الصهاينه يقولون انهم امتداد لابراهيم. نفس الحال السلاليون عندنا يقولون نفس نفس الكلام. الصهاينه يقولون انهم مامورون بقيام دوله. الدين يامرهم باقامه دوله الصهيونية جماعتنا السلاليين يقولون نفس الكلام. الدين يامرهم باقامه دوله، دوله يقودها الولي الفقيه من سلاله فلان. وكلاهما يسوق وهم المهدي. المهدي المنتظر من سلالتهم المقدسة الصهاينة يقولون أن المسيح المنتظر قادم من سلالة داود والسلاليون عندنا يقولون أن المهدي المنتظر قادم من سلالة علي وكلاهما طبعا يضرب عرض الحائط بحقوق الأغيار حقوق الآخرين وحرياتهم وبالنصوص الواضحة داخل التوراة وداخل القرآن كلاهما المشروع الصهيوني والمشروع الإمامي أنشأ دولته بمساندة دولة متعاطفة بريطانيا مع إسرائيل وإيران مع الحوثي وكلاهما أيضاً ظهر في فترة الهيمنة الاستعمارية ظهرت إسرائيل في الأربعينيات من القرن الماضي عندما كانت بريطانيا مسيطرة على معظم الشرق العربي وبعدما أتمت مشروع تقسيم الشرق الاوسط. وظهر المشروع الامامي اليوم في ذروه الهيمنه الامريكيه كما كانت بريطانيا مهيمنه في القرن الماضي، امريكا تهيمن الان هي وريثه بريطانيا في المنطقه. ظهر الاماميون في ذروه الهيمنه الاماميه على المنطقه في اللحظه التي يتم فيها التقسيم الثاني للمنطقه، هناك تشابه بين المشروعين كما قلنا. نحن الان نعيش في ظل الحقبه الاستعماريه الثانيه ونشهد المرحله الثانيه من تقسيم الوطن العربي كما نشاهد جميعا وكان هذه المشاريع السلاليه الماكره لا تخرج من جحورها الا في فترات ضعف الامه حينما تظلم يظلم الزمان على الامه تخرج هذه الحيات والثعابين واخيرا وهو الاهم من بين تشابهات فان هذين المشروعين على الرغم من العداء الظاهر بينهما الا انهما سيتعاونان على تقسيم المنطقه وعلى ابتلاعها بيتعاونوا ضد عدو واحد هو الاسلام السني كما يقولون الطرفان يقولان ذلك و الذي يمثل الاسلام السني الان رأس حربته هم الاخوان المسلمون لانه الكتله السنيه الان مترهله الجماعه الوحيده اللي هي منظمه يعني لديها صلابه هي هي الاخوان المسلمين ولذلك هم الاخوان المسلمون ولذلك بيركزوا عليهم الجميع يركز عليهم ويريد كسر الحربه من راسها كما يقول هذا المثقف اليهودي الفرنسي تعالوا نستمع اليه اسوا شيء يمكن ان نفعله نحن اليهود هو الحرب مع ايران يجب تجنبها بعض الاغبياء لا يريدون تجنبها العدو الاساسي لنا اليوم هو الكتله العربيه السنيه المتطرفه والمتمثله في الاخوان المسلمين حلفاؤنا تجاههم هم الشيعه مثل كل الاقليات الدينيه في الشرق الاوسط طبعا في الحقيقة مشكلتنا الآن لم تعد مع الحوثي وحده. مشكلتنا صارت مع الجهات التي ترى أن من مصلحتها بقاء هذا الطاعون بأي صيغة من الصيغ. مشكلتنا في دول الثورة المضادة التي تزعم أنها تمد يدها بالعون في حين أنها تطعننا في الخاصرة. مشكلتنا في دول الثورة المضادة التي تماهت مع المشروع الصهيوني وخدمت المشروع الإمامي في اليمن. الصهيونية هي التي تشرف تشرف اليوم على عمليات التقسيم الجديدة في الشرق الأوسط. عمليات التقسيم الجديدة في الشرق الأوسط تشرف عليها الصهيونية، وقد رأينا في الحلقة الماضية علاقة إسرائيل ويهود أوروبا بمشروع انفصال كردستان عن العراق. ورأينا من قبل علاقة اسرائيل بمشروع تقسيم السودان ومشروع تقسيم مصر اللي هو محطوط عادوا في الدرج الان ومشاريع التقسيم في ليبيا وفي غيرها والتقسيم الجديد سيكون على اسس طائفية وعرقية كما قلنا هم يطبقون نظريات برنارد لويس اليهودي البريطاني الامريكي المتعصب ضد العرب والمسلمين الذي قال انه ينبغي ان نقسم، نضع ايدينا على المنطقه العربيه ونقسمها على اسس اثنيه وطائفيه ووجود حركه طائفيه وعرقيه كالحركه الحوثيه في اليمن يصب في صالح هذا المشروع التقسيمي وهذا هو سر سر التواطؤ الامريكي مع الحوثيين من بدايه الامر وجود الحوثيين في اليمن من وجهه نظر امريكا يضرب اكثر من عصفور بحجر واحد كما يعتقد الساسه الامريكيون العصور الأول وجود الحوثيين في حالة قوة متأهبة سيمثل وسيلة ضغط على المملكة السعودية وسيلة ضغط تدفع المملكة السعودية إلى القبول قبول التطبيع مع إسرائيل وهذا فعلا ما حدث أمريكا وضعت كماشة على السعودية طوقتها من كل اتجاه عن طريق الكماشة الإيرانية الكماشة الشيعية حاصرتها ودفعتها إلى التطبيع مع إسرائيل محاصرة إيران من السعودية من سوريا والعراق واليمن دفعها للاحتماء بإسرائيل بهذه الطريقة خدمت إيران وخدم الحوثيون إسرائيل وهم في كامل وعيهم هم عارفين أنهم بيخدموا إسرائيل بهذه الطريقة يعني هم فاهمين أنه لو ضيقوا على السعودية ودفعوها بيدفعوها ل... باتجاه التطبيع ويحس... لكن هم ما يعنيهم شذا هم تعنيهم أمور أخرى هذا العصفور الاول الذي فكرت به الاداره الامريكيه من بقاء الحوثيين العصفور الثاني او من مجيئهم العصفور الثاني الذي سيسقط بحجر الحوثيين هو الحركه الاسلاميه السنيه في اليمن واضعاف الاسلاميين في اليمن وهذا جزء من عمليه واسعه لاضعاف الاسلاميين وتكبيلهم في مختلف انحاء العالم هناك هجمه شرسه قويه على التيار الاسلاموي على جماعات الاسلام السياسي تحديدا هجمه قويه لتطويقها وتكبيلها واضعافها حتى يستتب الامر لمشروع التطبيع مع اسرائيل. وهنا تظهر حقيقه منطقيه بسيطه نقولها للمتابع يعني للمتابعين المخدوعين بالمشروع السياسي الشيعي. لو كانت ايران لو كانت ايران حريصه حقا على قضيه فلسطين و مناهضه المشروع الصهيوني كما تقول لحرصت على جمع كلمه المسلمين لو كانت حريصه ولملمت قواهم المبعثره لو كانت حريصه بدلا من تفريق كلمتهم وتمزيقهم طائفيا وعرقيا كما تفعل الان نحن لا نقول ايران مدي يدك للانظمه العربيه المتصهينه وانما نقول لو كانت صادقه هي واذنابها لعملوا لمدت يدها لتيار التغيير في الوطن العربي. التيار الواسع الذي تجلى في ثورات الربيع العربي. لو لو كانت ايران صادقه في مشروعها المناهض لاسرائيل وامريكا لساندت مشاريع الديمقراطيه في الوطن العربي. لانها تعلم ان سر ضعف ضعف المجتمعات العربيه هو الاستبداد. وسر قوتها هي الديمقراطيه. لو كانت تريد مجتمعات عربيه قويه في مواجهه اسرائيل لدعمت مشاريع الديمقراطيه لكنها لا تريد مجتمعات عربيه قويه، تريد مجتمعات ضعيفه لكي تهيمن عليها وتبتلعها. واذا كانت امريكا واسرائيل قد اختارت او اختارتا مسانده الثوره المضاده للربيع العربي ومشاريع الديمقراطيه كان المتوقع ان تعمل ايران على عكس ذلك. لكنها سلكت نفس الطريق. عملت باصلها وسارت في نفس الخط الذي سارت فيه كل من امريكا واسرائيل. وانكشفت حقيقتها في اول امتحان لشعاراتها الى هنا تنتهي حلقه اليوم نلقاكم الاسبوع القادم في امان الله وحفظه